اهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات قناة بيتي. معاكم رشا. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة العيش في البيت. طريقته سهلة قوي، هنعملها سوا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير. اول حاجة هنحضر الطبق كده ومكوناته بسيطة جدا. 3 كوبايات من الدقيق، وكوباية ونص من المية، ونص معلقة من الملح، وكمان نص معلقة من الخميرة. اول حاجة هننزل بالدقيق 3 كوبايات. ونص معلقة من الملح، وخميرة فورية. هنحط نص معلقة برضو من الخميرة الفورية. يبقى حطينا 3 كوبايات من الدقيق، وعليهم نص معلقة من الملح، ونص معلقة من الخميرة. وهنقلب كده الخميرة والدقيق والملح، المكونات كلها مع بعض. وهننزل بالمية بالتدريج، المية حسب نوع الدقيق. ممكن العجينة الدقيق تاخد 1.5 كوباية من المية، وممكن ازيد. هننزل بالتدريج. اول حاجة هننزل بكوباية المية. هننزل بنص كوباية كمان، وقلت لكم بالتدريج. احنا حطينا كده 1.5 كوباية، وهنقلب. هنقلب العجينة كويس جدا. العجينة ديت بتبقى يعني ايه، مش ناشفة قوي ومش طرية قوي. هنعجن العجينة كويس جدا لغاية لما تطرى معانا وكمان تنعم. اهو زي ما انتوا شايفين بنعجن العجينة كويس جدا. اهي لغاية ما العجينة زي ما قلتلكوا طريت معايا. بصوا دلوقتي هسيبها، هي العجينة ديت ما تبقاش ناشفة، هي لازم يعني ايه تمسك في الايد شوية بس، في نفس الوقت مش لازقة في ايديا. احنا دلوقتي بعد ما عجننا العجينة وزي ما وريتكم انها طرية قوي، اهي لازم ان تكون طرية كده. هبتدي دلوقتي اغطي العجينة علشان تخمر. هغطي العجينة بغطا او بكيس زي ما انتم شايفين كده، وهسيبها تخمر. وكده بعد ما سبت العجينة ساعة وخمرت، اهي هبتدي دلوقتي اقسمها كرات صغيرة. هنبتدي الاول نرش دقيق علشان احط عليه كرات العجين كده. وهنبتدي نقطع قطع صغيرة كرات من العجينة. كده ونحط في ايدينا دقيق عشان العجينة، اهي كده كرات كده، وهنحطها
على الدقيق اهو، ادينا فيها دقيق ونبتدي نقطع كرات كده صغيرة اهي كده. كده تمام، نقسمها كرات كده اهي كده. كده انا قسمت العجينة لعشر كرات اهي. كده تمام، هبتدي دلوقتي اغطي على العجينة ونسيبها ترتاح لمدة 10 دقايق. وكده بعد ما سبت العجينة ارتاحت كده الكرات لمدة 10 دقايق، هبتدي افرد كده العجينة بإيديا كده هنفردها كده. ولو حاسين ان هي العجينة بتلزق في الايد شوية بنحط في ايدينا دقيق. كده وهسيبها تريح 5 دقايق برضو هغطيها. وكده بعد ما سيبت العجينة 5 دقايق هنبتدي دلوقتي نفردها. هنحط الدقيق كده ونبتدي ناخد نبتدي نفردها كده تكون مدورة على قد ما نقدر، ندور العجينة كده وأهم حاجة إن يكون عليها دقيق. أهو العيش، ناخد واحدة كمان اهو، نخلي الرغيف مدور. طبعا انا هعمل كل الكمية ديت. وكده بعد ما فردت كرات العجين كلها هبتدي دلوقتي نشيل كده من عليها الدقيق الزايد.
طاسة ومشغلة عليها النار، وهبتدي احط فيها اول رغيف فردناه. وهبتدي اقلب الرغيف كده، زي ما انتوا شايفين هو بصوا بيتنفخ اهو، بنقعد نقلبه بس كده اهو. الجنب اللي اتنفخ بضغط عليه كده بالمعلقة، هيتنفخ الجنب التاني. اهو بصوا الرغيف اتنفخ ازاي اهو، بنقلبه على كل جنب كده كده. الرغيف الاول اهو استوى، وهنكمل بقية العيش. هبتدي احط الرغيف تاني اهو، وابتدي اقلبه. اهو زي ما انتوا شايفين هو بيتنفخ لوحده اهو. بصوا انا كل اللي عليا بعمله اني بقلب الرغيف كده بس. اهو بيتنفخ الجنب اللي هو مش منفوخ، بضغط على الجنب اللي منفوخ كده اهو، فينفخ الجنب التاني اهو. بنضغط الجنب اللي هو منفوخ، بينفخ بقية الجناب اللي هي مش منفوخة من العيش اهو. وكده بنسوي بقية كمية العيش كلها بنفس الطريقة ديت. وكده بعد ما خلصت العيش كله سويته قدامكم اهو، سهل ومخدش وقت معانا زي ما انتوا شايفين، طالع حلو قوي. طبعا بعد ما بيبرد بنعبيه في اكياس. طريقة سهلة، جربوها، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير، ولو اول مرة تشوفوا فيديوهات ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتختاروا كل علشان يوصلكم كل فيديو جديد من فيديوهاتي على اليوتيوب. اقول لكم سلام، وانتظروني في فيديو جديد.